وينضم إلينا من بيروت عبر سكايب الكاتب والأستاذ الجامعي في جامعة باريس خطار أبو دياب. مرحبا بك أستاذ خطار. دعني أسألك في البداية، الأوروبيون ذهبوا إلى أفغانستان في الوهلة الأولى مؤازرة للولايات المتحدة تحت مظلة الناتو، هل هناك اليوم ما يحفزهم للاكتراث حتى بما يحدث بأفاف أفغانستان؟ نعم نعم نعم، هناك ما يحفزهم للاكتراث. بعضهم أيضا عانى في أفغانستان، فرنسا مثلا انسحبت منذ فترة بعدما استنتجت صعوبة المهمة والمأزق، وفكرت أنه لابد من ترك المهمة كما فكرت اليوم إدارة بايدن للشعب الأفغاني. ألمانيا التي ربما لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتدخل في بلد ما، تستخلص الآن الدروس وتحذر أنه في حال عودة طالبان لن تبقي على دعمها لأفغانستان. بريطانيا كانت شريكة أساسية للولايات المتحدة وكذلك الناتو، الكل يستنتج أن هذا المسرح الأفغاني كان معقدا جدا، وأن اللعبة فيه مفتوحة، وأن الحسابات فيه ربما كانت خاطئة. لكن هل لديهم أي رغبة أو شهية، وعلى الأقل على مستوى الرأي العام، الانخراط مجددا في هذا البلد بعد تجربة 20 عاما التي لم تجدي نفعا؟ أعتقد جزما لا، ليس هناك أصلا من إرادة أو من استقلالية استراتيجية للأوروبيين بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت واشنطن قد اتخذت هذا القرار، لذلك لا أظن أن هناك من يزايد عليها في الموضوع. بالطبع الكل يراقب اللعبة الدولية الجديدة التي ستندلع في أفغانستان، وماذا سيحصل بين القوى الأخرى المهتمة أو المجاورة والمعنية مثل روسيا والصين والهند وباكستان وإيران وتركيا. إنها لعبة دولية معقدة، يخسر فيها الغرب أوراقه، وتمهد لتغيير كبير على الصعيد الدولي. على السبب الأساسي والأصلي لذهاب هذه الدول والولايات المتحدة لأفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر، هل تتفق الدول الأوروبية اليوم مع الولايات المتحدة التقييم الأمريكي بأن التهديدات الإرهابية الآن لم تعد تنبع من أفغانستان بل من شمال إفريقيا ومناطق أخرى؟ يعني بالطبع دوما في الحرب الكبرى ضد الإرهاب هناك نفس التقييم لهذه المجموعة من الحلفاء. نعم، يتنقل هذا الخطر الإرهابي، تنقل نحو العراق، سوريا، عاد نحو سيناء، الآن موجود في منطقة شمال إفريقيا والساحل، لكن هذا لا يعني أن هذه المنطقة لا تمثل خطراً، وأن تنظيمات مثل القاعدة أو مثل داعش لن تستفيد أو لن تنتهز هذه الفرصة للتواجد من جديد. طبعا كيف يغير ما يحدث في أفغانستان لأن الآن نظرة العرب والدول العربية مثلا للانخراط الأمريكي في بعض المناطق، هل هناك أي تأثير على كيف ترى هذه الدول أو ربما هذه الشعوب التواجد الأمريكي؟ هل يمكن أن يغير في المواقف نوعا ما مقارنة مع تجارب مثلا العراق أو سوريا؟ نعم، هناك مقارنات. في المرحلة الأولى عندما كان هناك الغزو السوفيتي، الكثير من الدول العربية كانت حليفة للولايات المتحدة في المغامرة الأفغانية، وشكلت أفغانستان حينها فيتنام الاتحاد السوفيتي. ولكن هذه المرة كان هناك هذا العالم العربي المنكوب بحروبه ونزاعاته، لم يكن الكثير من الاهتمام. نلاحظ أن العالم العربي خارج الحسابات في أفغانستان، خارج الصراعات، لكن هذا يؤكد بالنسبة للكثير من الدول العربية على الانسحاب الأمريكي. الكل يتذكر أنه منذ إدارة أوباما أخذ الجميع يتكلم عن الاستدارة نحو آسيا والمحيط الهادئ، والكثير في العالم العربي الآن يفسر أن هذا الانسحاب من أفغانستان وربما تخفيف القوات في الخليج والعراق هو التمهيد للمزيد من الانتفاء الأمريكي، وهذا يترك المجال بالطبع لخصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا للتقدم أكثر في هذه المنطقة.
شكرا أستاذ خطار أبو دياب. والآن أعود إلى ضيفي.